عسلامة ومرحبا بكم في قناة يوميات أم تونسية. اليوم باش نعمل مع بعضنا كوب كيك بالتفاح، مادام احنا في موسم التفاح وما شاء الله التفاح خيرات ربي ورخيص ماهوش غالي برشا. عملت كوب كيك بالتفاح، نتمنى تجربوه على خاطره بنين 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 على الاخر. بالحق عجبني، والتفاح هيك كيف حطيته بزايد في الكوب كيك طاب وسايب كيف الكريمة بنينة على الاخر في الكوب كيك. ما شاء الله ولادي وراجلي حبوها على الاخر، ولدي ديما نعملها لهم. نتمنى لكل واحدة تشوف الفيديو تو تخلي لي جيم، ومن بعد نكمل تتفرج إذا الفيديو تخلي لي تعليق، ومرحبا بكل واحدة جديدة انضافت إلى القناة. الفيديو متاع الروتين اللي قبل البيتزا، قلت لكم اني قمت الصباح بكري عملت الكوب كيك اللي بتفاح. هذا هو الكوب كيك اللي عملته، ان شاء الله هيعجبكم. عملته كلبجة الولدي ولفطور الصباح، ما شاء الله زدت قلت لكم وفي ما قعدليش بالكل، زدت عملت من غدوة وزدت عملت بعد نهارين حصيله توا عنا جمعة فليس كنت نفطروها بيه. ملول خديت 3 كعبات عظم، كيس سكر وشوية ملح، وركضتهم بالقدي لين ولاو القوام متاعهم ابيض قوام كريمي. ديجا صورت معاكم نفس الوصفة متاع الملي كيك اللي صورتها، مصاريش فيها غلطة وطبيت ما تعملش بيدي، حتى حطيت فيه سكر، السكر مبلول على خاطر مكتوب في الفريجيدير. حبيت نعطي لمعة للكوب كيك، أما ما خلاليش الكوب كيك تطلع لي في المزيان، ما خلاتش ينفذ بيدي قد هذاك القالب متاع الكوب كيك، قد قدم ما زادش يطلع لي خاطر حطيت برشا برشا سكر. اللي حصيلوها وعودت معاكم مرة أخرى، حطيت كاس زيت توا، باش نحط كاس حليب، كل شيء مقدار كاس 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 سكر، كاس حليب، كاس زيت، حطيت شوية فانيليا. من بعد البنات نسيت ما صورتش اني قسمت الخليط على 2، حطيت من الاول الفانيليا هكاي بنكهة الفانيليا وعملت بنكهة القرص. ريتوني توا حطيت مغرفة، ديك مغرفة معجون اللي قلت لكم السر باش يطلع الكوب كيك كيف المشري، يطلع هشوش على الاخر ما يطلعش كيف الجاتو معناه العادي كي تبدأ كبيرة. قيتها الوصفة لازم تحط مغرفة معجون، بالحق قيتها المغرفة هيك متاع المعجون تفرق على الاخر، خاطر عودت عملته اليوم وما حطيت فيه المعجون عشان ما طلعليش كيما المرات اللي عملت فيهم بالمغرفة هيك، ما نعرفش علاش سحرية. الحاصل اذا حطيت المغرفة متاع المعجون وخلطت كل شيء، من بعد زدت 2 كيسان فرينة ديما بنفس الكيلة متاع الكاس نكيلو بها ساشي خميرة. وهني باش نزي نصب في الكيان متاع الكوب كيك، وقصيت من فوق التفاح، حطيت بزيد تفاح لين هبط اللوطة وطاب، والتفاح تحسو كيف طاب، عطيه هيك بنينة على الخل الكوب كيك. منعرفش كيفاش نفسر لكم حصيله هكا، ولات ما طلعش كيما الكوب كيك عادي، معناها ما طلعش كيف الجاتو كل شيء، طلع لي تحسو هكا فيه كيما القوام بتاع السكر وفيه الكريمه بتاع التفاح، سايبت حصيله سايبت نكهه بنينه على الاخر. عملت شطر بالتفاح وشطر بليش اللي بتفاح تكلي فيسع فيسع. وكا هو حطيتهم في الفور حكايه كيك ربع ساعه على درجه حراره 120 درجه، وخرجتهم وكليناهم. ان شاء الله الفكرة متاع اليوم تعجبكم، بطبيعة نجمو نعملوها بالشوكولاتة، نجمو نعملوها بالقهوة، بالقارص، بالفانيليا، كيما تحبوا اي نكهة تنجمو تعملوها بنفس المقادير، بس اني اليوم زدتها شوية تفاح وكهو. ان شاء الله الفيديو متاع اليوم يعجبكم، ونتمنى نلقى المشاهدات قد الجيمات وقد الكومنتات، باش نحس بالحق اللي انتم قاعدين تشجعوا فيه وتحبوا القناة وتحبوا سيرين. وان شاء الله الفيديو متاع اليوم يعجبكم، ونلقاكم في فيديو اخر، وبسلامة.
شوفوا كيفاش تبدأ من داخل. اتعمدت اني نحط برشة تفاح باش يدخل من داخل ويطيب. بنحكي لكمش على بنته وهو طايب لداخل في وسطك في وسط القط، واعطيه كيف كل كريمة، ولا كيفاش نفسر لكم. حصيله بنين بنين على الاخر، عملته قبل المرة هذه، اما معناها ما حطيتش برشة تفاح كيف ما هكا. اما المرة هذه ياسر ياسر بنين، هذه مازالت سخونة هكا، علاش لاصقة شنو راهو يتنحى فيسع. جوست انا هذه مازالت سخونة، حبيت نوريكم شوفوا التفاح كيفاش. اعطيك معناها منعرفش سيب الكريمة اللي فيه ولا كيفاش، بنينة 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 على الاخر. بالحق ان شاء الله تجربوها ليكم ولصغاركم.